بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنتكلم عن الكوست ستراكشرز تايبس فانكشنز اند ابلكيشن. المحاضره اليوم متعلقه ب التحصينات او التراكيب اللي ممكن ان تستخدم للمحافظه على الشواطئ من التاكل او تراجع خط الساحل بسبب إما التغيرات المناخية أو بسبب بعض الأنشطة البشرية على الشاطئ زي إنشاء المنتجعات أو عمليات الماينينجز الساند ماينينجز أو إنشاء الأوتلتس أو إنشاء الموانئ. كل هاي بتأثر على السواحل بالسلب أو بالإيجاب، ولكن بالسلب في الغالب، فيتم اللجوء إلى استخدام التراكيب الخرسانية أو أحيانا بتكون من الأخشاب أو غيره لحماية الشواطئ. طبعا المحاضرة لليوم هي من إعداد الـ US Army Corps of Engineering. بداية التحصينات الشاطئ ممكن أن تنقسم إلى نوعين، إلى نوع يسموه السوفت ونوع يسموه الهارد. والسوفت هو عبارة عن استخدام وسائل لا يوجد فيها تراكيب خرسانية أو مباني أو بنى، سواء لا على الشاطئ ولا في داخل الماء، زي البيتش فيل، عمليات البيتش فيل او الدونز او استخدام المارش او البيو انجينيرد. هاي الاشياء هي اشياء لا تحتاج الى تراكيب، وانما البيتش فيل مثلا يتم عمليه زي البيتش نورشمنت، عمليه ضخ الرمال الى المناطق الساحليه على الشاطئ لتعويض عمليه التاكل في الشاطئ. الدونز أيضا قد تكون صناعية أو طبيعية، وهي كثبان رملية تمنع تقدم البحر على اليابسة. المارش برضو إنشاء السبخات اللي بتعمل حماية أولى لتأكل الشواطئ، أو البيو إنجينيرينج استخدام بعض التقنيات لإنشاء كائنات نطاق حيوي يمنع تأكل الشواطئ. وفي المقابل في عنا اللي هو النوع الآخر اللي هو الهارد ستراكتشرز زي سي وولز، الريفتمنتس، البريك ووترز، الجيتيز والجروينز والبالك هيدز. هاي كلها تراكيب جزء خرساني أو خشبي ممكن أو ردم تقام على الشاطئ لحماية الشواطئ من التأكل. طبعا هنا مكتوب إن هاي الهارد هي عبارة عن نون ريدابل، بينما النوع الثاني ريدابل اللي هو السوفت، أي إن هاي الأشياء التراكيب مع الوقت كل شتاء أو كل موسم يجب أن تقوم عملية إعادة الردم إلى الشاطئ من كالرمال أو غير. بينما هنا تراكيب هاي ثابتة ممكن تدوم 10 سنوات 20 سنة حسب الوضع. إيش الهدف من الكوستال ستراكشرز؟ الهدف من الكوستال ستراكشرز في الأساس هدفين، اللي هو ستوب ووتر. الهدف الثاني اللي هو الهولد سويل. الهدف الأول هو منع تقدم المياه على اليابسة، سواء بالفلود أو بعمليات الغمر أو بعمليات يعني اللي هو سواء مخاطر الفلود نفسها على الساحل أو تأثيرها على التراكيب أو النشاط البشري الموجود على الشاطئ. والجزء الثاني هو متعلق بوقف تآكل التربة أو الهولد سويلز، وبالتالي هولد أبلان سويلز، المحافظة على السويل من إنها يصيرها ديجريديشن أو إيروجين، وسلوينج داون الساند ترانسبورت، وتقلل مع عملية حركة الساند اللي احنا حكينا عليها في المحاضرة، قلنا عليها عبارة عن لونج شور دريفت.
أو البيتش دريفت. يبقى هذا الهدف الأساسي من التراكيب، إما يعني بيعمل على الجهتين، إما الهدف الأساسي هو حجب المياه أو حجزها، أو protect the shoreline from the wave action. النوع الثاني هو hold the soil and stop beach drifts and soil degradation. طبعا في هذا الإطار بيكون في عندنا من الأهداف الأساسية للكوستال structures اللي هي protect infrastructure from flooding due to high water level erosion and the impact from wave and current. يبقى المحافظة على البنية التحتية من عملية الفلود وما يتبعها من عملية erosion وعملية يعني degradation أو collapsing لهاي الانفراستركتشر. الهدف الثاني، هذا الهدف الأول. الهدف الثاني برضو اللي هو عبارة عن protect boat traffic by reducing waves and wave impact، حماية الحركة الملاحة البحرية من خلال تقليل تأثير الأمواج ومخاطرها. الهدف الثالث هو عبارة عن stabilize navigation channels by reducing sedimentation، والثانية inlet migration، المحافظة على المسارات الملاحية والقنوات الملاحية بالذات قنوات الأنهار اللي بتصب في البحار، وبالتالي وكذلك الموانئ نفسها لمنع عملية ترسيب داخل الأحواض هذه، وبالتالي تصبح غير قابلة لحركة السفن الكبيرة، وأيضا لمنع تكون الرمل أو السديمنتيشنز في مداخل الانلت بتاعت القنوات. أربعة، reduce erosion بتقليل من عملية تآكل الشاطئ نفسه هنا by stabilizing shoreline and beaches، عملية تثبيت للشواطئ والسواحل باستخدام هاي التراكيب، وبالتالي بيقلل مع عملية الـ erosion. enhance recreation and beauty، طبعا هدف قد يكون من أهداف البيتش structures أو الكوستال structures هو عبارة عن تحسين وضع recreation areas، مناطق الترفيه، وإعطاء منظر جمالي للشواطئ. الأدفانتج of hard structure versus soft structures، ما هي مميزات استخدام التراكيب الثابتة عن استخدام التراكيب الهشة أو المتحركة زي الرمال والدفن بالرمل أو غيره، أو استخدام الغطاء النباتي أو غيره؟ أول شيء الهارد ستراكتشرز دائما يعني بتعيش فترة طويلة جدا، وبالتالي withstand large force، وتستطيع أنها تحمي من القوى والرياح العاتية، بالتالي هي withstand larger force، يبقى يستطيع أن تحمينا من الفيضانات والأعاصير والwave action المستمر والقوي أكثر من السوفت، لأن السوفت حيصيرها degradation وerosion وحتى تنتهي. توقف resist erosion، consider hard structure if erosion أكثر من 3 foot per year، إذا كانت معدل التآكل في الشواطئ يزيد عن 3 قدم في السنة فهنا لابد من تركيب استخدام الهارد ستراكتشرز. less footprint area، طبعا بتاخذ مسافة محدودة ومحصورة على الشاطئ، ما بتاخذش مسافات كبيرة، خاصة لما بتكون بشكل perpendicular to the shoreline. reduce renourishment needs، بتقلل عملية إعادة إنعاش الشاطئ أو تثبيت الشاطئ بالسيدمنتس أو تغذية الشاطئ بالسيدمنتس.
وبالتالي بتساعد في الاستفادة من الساند ريسورسز ومحافظة على الساند ريسورسز. ممكن أن تعمل في ديب ووتر فانكشن ان ديب ووتر، بينما السوفت هي في الغالب تكون السوفت ستراكشرز بتكون على الشاطئ مباشرة على الشاطئ، بينما الهارد ممكن لو افترضنا على خط الساحل السوفت بتكون على الشاطئ مباشرة، بينما التراكيب الهارد بتكون زي الموانئ مثلا او كواسر الامواج بتكون في الديب ووتر او داخل المياه. طبعا ترانزيشن تو اكزيستنج شور اوفر شور ديستانس وتنز تو لاست لونجر، يعني وطبعا تستمر لفتره طويله، قلنا من مواصفات الكوستال الهارد كوستال ستراكشرز. يبقى من حيث الفانكشن تبعتها زي ما قلنا هي بتعمل على كوستال ارمورينج ستراكشر، وتعمل على بيتش اور سويل ستابلايزيشن، وتعمل على نافيجيشن ستراكشرز ريزيست ويفز كارنتس اند سيدمنتيشن. يبقى هي بالمحصله لها 3 مين فانكشنز: تحصين الشواطئ، تثبيت الشواطئ من هنا تحصين الشواطئ ضد الامواج العاتيه والسكور، سواء هنا ثلاث اشياء: ريزيست تو الويفز اكشن، سكور تنقيب وتنقيب اسفل الاستراكشرز، والاوفر توبينج عمليه الفلودينج يعني الفيضان الماء اللي هو بيعلو التراكيب الشاطئيه وبيغمر اليابسه. البيتش اور سويل ستابلايزيشن ستراكشرز هنا بتحافظ على هولد الابلاند سيديمنتس، ريتيرد لونج شور ترانسبورت، وبتوقف او بتقلل من حركه اللونج شور ترانسبورت للسيديمنتس. النافيجيشن ستراكشرز هاي خاصه بالنافيجيشن ستراكشر، ريزيست الويفز والكرنتس والسيديمنتيشن. يعني في عندنا 3 تايبس من هاي الستراكشر: اما كوستال ارمورنج ستراكشرز، او بيتش ستابلايزيشن ستراكشرز، او نافيجيشن ستراكشرز. يبقى 3 انواع بالاساس. هدفها زي ما قلنا تثبيت الكوستال ارمورنج ستراكشرز، هدفها اللي هو منع المياه والامواج من انها تعمل تاكل او تعمل تؤثر على البنيه الساحليه. والنوع الثاني اللي هو البيتش اور سويل ستابلايزيشن ستراكشرز، تحمي الشور لاين من التقدم او التراجع. والثالث هو بيحمي النافيجيشن ستراكشرز بداخل المداخل الملاحيه. نيجي على النوع الاول اللي هو الكوستال ارمورينج ستراكشرز، كوستال ارمورينج ستراكشرز، وهي التراكيب التي تحمي ضد الامواج، عمل امواج والسكور والاوفر توبينج. في عندنا تقريبا مجموعه منها، حنتكلم عن سي وولز، والسي وولز تعتبر لارج سكيل او لارجست ستراكشر، تركيب بيكون عباره عن جدران سميكة ومرتفعة على الشاطئ، بتحمي الشاطئ من التآكل، وبتحميه من تأثير الأمواج اللي تصطدم بهذا الشاطئ، وقد تعمل عملية سكور أو تعمل عملية أوفر توبينج من أعلى هاي الستركتشر. في عندنا ريفيتمنتس، وهي بتكون ستركتشر أقل حجم. وأصغر شيء من هذا النوع هو البالك هيدز، وهي smallest structure، من أصغر أنواع التراكيب اللي ممكن تستخدم لحماية الشاطئ من عمل الأمواج. هنا بنشوف في الرسمة أحد الأمثلة، يعني عندنا هنا السيول، هذا أحد السيول هي موجود، وهنا معمول على شكل
ستير على شكل درج، ولاحظ في الأعلى موجود عندي هنا في تقعر، ويمتد مسافة كبيرة جدا، لاحظ يمتد مسافة كبيرة جدا. وهي عندي هذا عبارة عن اللي هو عبارة عن الشور لاين، هذا عبارة عن الشور لاين. هنا برضو صورة أخرى بتظهر لي شكل سيول، ولاحظ أنه هنا في تقعر في الجهة المواجهة للأمواج، وهي معمولة ولاحظ في كمان في الأرض تحت موجود جزء لمنع السكور. زي ما قلنا السيول الهدف منها هو عبارة عن protect الأبلاند structure from the flooding a wave impact and overtopping. الهدف الأولاني للسيول تمنع الأبلاند ستراكشر. لاحظ هنا في عنا طريق، هنا في عنا رود، وهي الطريق بحاجة لحماية من تآكل نسج من الأمواج وعمل الأمواج، وأيضا حماية من الأوفرتوبينج اللي هو إنه المية تفيض وتطلع لأعلى للشاطئ أو عمل الحفر تحت الشاطئ، تحت الشاطئ او تحت التراكيب الانفراستراكشر اللي هي هنا بنتكلم عن قد تكون طرق، قد تكون سكك قطارات، قد تكون مباني، هي انفراستراكشر. العامل الثاني كمان هو بيساهم في هولد اند فيل از تو هولد فيل البلاف او الشور لاين ان ذا بليس. هو بيحاول يحمي سواء الكثبان الرمية الشاطئية أو الساحل من إنه يبقى، بيحاول يبقي هذا الساحل في مكانه، ما يعني يحدده بحيث إنه ما ينتقل إلى مكان آخر. في الغالب بيكون بشكل كتل خرسانية مسيف، زي ما انتم شايفين بطون مسيف، وفي الغالب هو بيكون مرتفع جدا وطويل ممتد بشكل كبير جدا، عشان يعتبر من أكبر أنواع التراكيب، وهو يستخدم في حال أنه يكون في عنا هاي ويف انرجي، لما يكون في عنا ساحل والساحل هذا نشط الأمواج اللي فيه قوية ونشطة. طبعا بتركب بتكون دائما في الغالب من الكونكريت، من الخرسانة، او ممكن يكون رابل موند اور اذر ماتيريالز، ممكن يكون برضو من انواع اخرى من الركام او مواد اخرى. tend to be free standing with backfill gravity or pile support. طبعا هو في الغالب بيقف لوحده بدون مساعدات، هو قد يعمل له هنا بايلز زي ما انتم شايفين غروز في الارض، وهي الغروز بتبقي هذا الاستراكشر، هاي الاستراكشر شايفين هذا الاستراكشر تبقي في مكانه. طبعا هنا في المنطقه هذه قد يحدث عمليه باك فيل، ممكن يضعوا خلفه كونكريت او خرسانه او رمل، بيعملوا باك فيل في الجهه الخلفيه، وفي الجهه الاماميه هنا بتيجي الأمواج. ولاحظ في القدم أو أسفل هذا التركيب أيضا يتم عمل خرسانة لمنع عملية النقب أسفل هذا التركيب اللي هو سكور بروتكشن انتجرال. وبالتالي هو هنا هذا التركيب شايفينه الأسفل هذا، هذا لعمل لمنع عملية السكور، لأنه قد يحدث عملية نقب أسفل هذا التركيب ويسقط للأمام، عشان هيك هو محمي ضد السكور وأيضا محمي ضد التراجع الخلف بوجود الباكفيل، وهو مصمم بشكل مقعر للتخفيف من قوة الأمواج. هنا بنشوف شكل التركيب، لاحظ خرساني ماسيف زي ما قلنا، ماسيف كتلي و مرتفع جدا، ولاحظ الجهة المواجهة الأمواج بتكون كينكيف، وأيضا طويل جدا على طول امتد على طول الشاطئ. هنا بيحمي وراه سكة قطار، هنا ما فيش باك فيل خلفه، لكن في الأمام ردم
لمنع عملية السكور زي ما احنا شايفين هنا. بيتم وضع السكور بروتكشن. طبعا في منه اشكال، في بيكون على شكل الشكل اللي احنا شفناه هنا، بيكون كونكيف وبعدين هنا في زي ستير، وفي بيكون شكله يعني ستير زي هذا او بسموه الستيب فيس، وهذا عباره عن كومباينيشن ستيب فيس اند كيرف فيس، وهذا قد يكون كيرف فيس لحاله. يعني هنا عباره عن تركيب يتكون من شكل اللي هو عباره عن الكيرف فيس، والجزء الاسفل اللي هو عباره عن الستيب الستيبد فيس، هذا عباره عن كله عباره عن ستيبد، وهي عباره عن البايلز اللي هي بتثبتوا في الارض. وفي هنا نوع عباره زي ما قلنا من رابل، بتكون من ردم، نوع بيتكون من ردم من الصخور برضه، هذا من احد انواع السيولز. طبعا بيكون في الخارج هنا اللارج ستونز، وفي الداخل بيكون في عندنا سمول ستونز. الحصى اللي في الاسفل الاصغر بيكون في الاسفل في الداخل، ثم يتم تحصينه بصخور اكبر. هاي شايفين هذا نوع احد انواع السيولز. شايفين هذا، هنا في عندنا طريق، وهنا الامواج عاتيه جدا، وهنا بيصير في عندنا اوفر تابينج. بتلاحظ هنا الامواج بيصير اوفر تابينج، الامواج تعلو البريكو السيول وتنتقل الى اليابسه، وقد تسبب مشاكل في حركه السير والمواصلات. وهنا كمان بنشوف اشكال اخرى من السيولز. هنا عباره عن الكيرفد كونكريت سيول، الكيرفد كونكريت، واحنا قلنا في نوع اسمه الكيرفد، وفي زي ما شفنا هنا في الكيرفد وفي الستيبد، وفي كومباينيشن بين اثنين. هنا برضه بنشوف نوع من انواع السيولز في منطقه اخرى. بنشوف هذا اللي عباره عن وول ادد فور اوفر تابينج بروتكشن، يعني هنا هاي السيول موجود اصلا هنا راسي، موجود بالشكل هذا راسي. وهنا عباره عن زي ما قلنا الرابلز لمنع عمليه السكور، وهنا لمنع عمليه الاوفر تابينج. موجود ايضا تركيب اخر لمنع عمليه الاوفر تابينج. متى يجب استخدام السيولز؟ يعني يمكن استخدام السيولز عندما يكون هناك في very valuable upland infrastructures، لما يكون في عندنا على اليابسة أو على الطريق أو قريب من الساحل بنية تحتية مهمة جدا زي سلك قطارات، سلك خطوط سريعة، بالتالي يجب حمايتها من عمل الأمواج. ايضا ممكن استخدامه عندما يكون في عندي هارش ويف كونديشن اند هاي سيرج، لما يكون الظروف المناخيه صعبه جدا بحيث ان الامواج قويه جدا وطاقتها عاليه وبتعمل عمليه نحر شديد في الشواطئ، يجب استخدام السيولز. طبعا كانت بروفايد بروتكشن فاردر اوف شور، هو طبعا لا يستخدم السيولز، لا تستخدم في مناطق بعيده عن الشاطئ وانها بتكون على اليابسه، وبالتالي ما بتنفعش في حالات لما انا بدي اوضعها او ابنيها في منطقه الاوف شور. طبعا هنا flooding but هنا قديش تأثير قوة الفلاد على اليابسة أو على الستركتشر. إحنا هنا بنشوف من خلال الرول أوف ثامب بالتجربة repeated impact from three foot waves during a storm can destroy a small house، إنه إذا كان هناك في عندي أمواج بارتفاع ثلاث أقدام
وهاي الأمواج متكررة وبسرعة وبشكل دائم، فإنها باستطاعتها إنها تدمر المنازل. طبعا هنا بالنسبة للماتيريالز، طبعا بتكون كونكريت، بتكون روك، بتكون ستيل، بتكون ساند، وبالتالي موضوع الماتيريالز هنا مش موضوعنا. الويف امباكت اون ذا ستراكشر، طبعا الويف امباكت اون ذا ستراكشرز زي ما قلنا بثري تايبس. تاثير الامواج على اي ستراكشر هو بيكون بثلاث اشياء، وطبعا الثلاث اشياء هذه يعني متزامنه احيانا. بيأثر الويف على الفيس اوف ستراكشر، الواجهه اللي بيصطدم فيها مباشره، عشان هيك الستراكشر دائما بتكون ماخذه شكل كنكيف عشان تشتت قوه الامواج افضل من لما يكون الواجهه عموديه. كمان بتاثر الامواج على الستراكشر من خلال اوفر تابينج، وبالتالي لو ان الامواج بتطلع وبتصعد اعلى الستراكشر، وفي هذه الحاله بتتراكم خلف الستراكشر، بتشكل خطر على واجهه الستراكشر وعلى الجهه العلوليه من الستراكشر وعلى الستراكشر من الخلف. يعني لما يكون في عندي هنا سيول بهذا الشكل والامواج بتكون قويه وبتصطدم تطلع في الاعلى، فانه راح يعمل هنا تجمع للمياه، ممكن يعمل تجمع في المنطقة هذه، وبالتالي بيأثر على الستركتشر. التأثير الثالث هو عبارة عن السكور على الفوت أو التوتع السيول، وبالتالي ممكن إنه لو إنه الستركتشر ملوش حماية أو بروتكشن من خلال الريبلز، فإنه راح يؤدي إلى عمل سكور أسفل الستركتشر، وبالتالي الستركتشر لو عامله زي هيك هيعمل عملية نقب وحفر، وبالتالي السكور هذه الستركتشر راح تسقط. هنا بنشوف مظاهر للأوفر تابينجز، وبتشوف قوة الأمواج اللي بتصعد تصطدم بالبريك ووترز وتصعد للأعلى وتصل إلى الطريق. لاحظ هاي القوة برضو، هذه كلها صور مختلفة لتأثير الأمواج على الشاطئ، وهي أمواج قوية جدا ذات طاقة عالية. زي ما انتم شايفين هنا الأوفر تابينج بصير انه طلع عمل تجمع من المياه خلف الستركتشر هذا اللي هو السيول، وأيضا لاحظ ان المياه دخلت على على الطريق وتؤدي الى انهيار في الأسفلتات او في الطرق. هنا بنلاحظ برضو نفس الموضوع، صار في عندي دمج، لاحظ صار في عندي دمج، المية اجت من البحر من هنا وقطعت الطريق، وهنا صار في عندي دمج reach to the far side of roadway، الى الجانب البعيد من الشام من الطريق وصل لهذا الضرر تاع الامواج. هنا بنشوف عملية تأثير الامواج على السيول من خلال عمل السكور. احنا قلنا هنا الامواج تكون ماشيه بالحركه هذه، طبعا حركه الامواج هي حركه سيركولر، بتقل للاسفل وتنتقل الطاقه، تصطدم بالسيول ثم بتنزل للاسفل، وبتعمل عمليه هنا ازاله للسيدمنتس، وبالتالي بتؤدي الى عمليه حفر اسفل قدم الستراكشر وموفينج الووتر ديجز اوت ساند أو ساند بوتوم سكور، تعمل هنا بوتوم سكور، وبالتالي هنا يؤدي إلى عملية سقوط لهذا التركيب. طبعا احنا قلنا في المحاضرة سابقا انه بصير في عملية هنا بروتكشن للسكور. النوع الثاني من انواع التراكيب اللي بتستخدم لحماية الشواطئ أو الكوستال أرمونج هو عبارة عن الريفتمنتس. والريفتمنتس هو عبارة عن استخدام الركام
أو الردم لحماية الشواطئ، وهو يعني أقل من السيول سواء في الحجم أو في الارتفاع أو في الامتداد، وزي ما قلنا هو متوسط. طبعا الهدف منه الـ purpose is to protect the shoreline against erosion، وهو في هنا بيحمي بالأساس من، ليس من الويف اكشن، عشان هيك هو مش عالي. لاحظ الريفتمنت مش مرتفع زي السيول، السيول مرتفع، اما الريفتمنت فهو لا مش مرتفع، هو هدفه حمايه المنطقه هاي، حمايه الشاطئ من التاكل. وبالتالي الهدف الاساسي له عباره عن الهدف الاساسي هو عباره عن protect the shoreline against erosion، هنا الهدف الاساسي. اوكي طبعا بيتكون الفانكشن باي reinforcing of a part of the beach profile، بيعزز الجزء العلوي من البيتش بروفايل او الباك شور، هاي في منطقه الباك شور.